أعتقد بأن الولايات المتحدة وإدارة بايدن يعني تلعب على اليمين واليسار مع السعودية، الساخن والبارد. هل أدركت بأن هناك تهديدا إيرانيا حقيقيا تجاه السعودية؟ هذا ما ذكره هذا المركز، مركز الروابط، ولكننا لم نسمع شيئا من ذلك من مصدر آخر حتى يومنا هذا. وحقيقة الأمر أنا أسمع بعض المعلومات تقترح هذه المعلومات بأن المملكة العربية السعودية وإيران ليست جاهزتين للحرب، ولكن يبدو بأن مصالحهما أصبحت مشتركة الآن. أولا كلتاهما قريبتان من روسيا، وروسيا لديها مشاكلها الخاصة وهي تحتاج إلى معاونة إيران لها في الطائرات المسيرة إلى روسيا لخدمة أغراضها. وأما السعودية العربية وروسيا فقد دخلتا الآن في ترتيبات حثيثة ومقربة، وهما أيضا مرتبطتان كثيرا باحتمال دول البريكس الآن وتوسع دول البريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. والمثير للاهتمام هنا هو أن السعوديين وكذلك الإيرانيين كلهما يرغبان في الانضمام إلى البريكس. إيران هي عضو في منظمة التعاون شنغهاي والتي ترأسها روسيا والصين، وهذه عضوية ذات دلالة وأهمية لأنها حقيقة تعكس ما يبدو بأنه المستقبل الذي ستكون إيران جزءا أساسيا منه من توسع هذا المذهب العمل في بيئة متعددة الأقطاب لدول بعيدة عن الولايات المتحدة. وكذلك فلديك السعوديين مثلا، ليس بالضرورة بأن السعوديين يثقون بالولايات المتحدة من أجل أمنهم كما كانوا يثقون فيها منذ 3 عقود مثلا، وإنما الآن هناك روابط قوية مع الصين الآن والسعودية. فإذا في هذه الترتيبات بين السعودية مع روسيا وكذلك مع الصين فهذا يفتح أفاقا جديدة، وإيران هي جزء من هذه الترتيبات كذلك. لذلك أعتقد بأن ليس في صالحهم أن يلوحوا بالحرب حتى وإن كان يعني هناك خصومة بينهم. والمهم هنا هو أننا لم نرى أي تقارير أخرى تتحدث عن هذا الأمر الذي أوردته الروابط بأن هناك 3000 طائرة مسيرة ستطلق باتجاه المنشآت النفطية السعودية. لم أرى ذلك في أي مصدر آخر، وحتى أنا أشكك أو أتساءل ما إذا كانت إيران لديها 300 طائرة مسيرة، فهذا عدد ضخم جدا، وخاصة بأن عددا كبيرا من طائراتها المسيرة مكرس لروسيا، فإذا كيف ستحصل على هذا الرقم؟ نحن لا نعلم ذلك. فإذا أعتقد بأن هذا أمر آخر ينبغي أن نتفكر فيه، هذا الالتزام والاتفاقية أو الأهداف طويلة الأمد كيف يمكن أن تكون للدول في هذه المنطقة جنب إلى جنب حيال روسيا وحيال الصين، لأنها جميعا الآن تتطلع لأن تخرج من الاعتمادية على الدولار الأمريكي أكثر باتجاه التعددية القطبية وليس الأحادية القطبية التي تقودها الولايات المتحدة وخاصة في أصقاع العالم، لأنه يبدو بأن هناك فقدان للثقة وخاصة السعوديين تجاه الولايات المتحدة، وخاصة الطريقة التي قام فيها بايدن بأن يقوم بالتلويح بالساخن والبارد معا، مثلا أجندة حقوق الإنسان في السعودية، وأعتقد بأن السعوديين لا يبالون بذلك، وأعتقد بأنهم قاموا بتخفيض إنتاج النفط كذلك. فأعتقد بأن هذه علامة أخرى بأن العلاقات ليست على أفضل حال، ولديك الولايات المتحدة الآن مجددا غاضبة من الإيرانيين
وكذلك لدينا الإسرائيليين دخلوا في هذه المعادلة وهم غاضبون من إيران كذلك. فأحسب بأنك عندما تنظر إلى هذا التوازن الحساس من مصالح هذه الدول المختلفة وأين تتعارض وأين تتقاطع، فأعتقد بأنه ما ثمة من طرف ضد الآخر في هذه المعادلة، وأعتقد بأن هذا ما يجعل الأمر ما نحاول أن نتصور ما الذي يجري فيها في المنطقة، فكلها تحاول أن تجد موطئ قدم وتثبته، ويبدو بأن هذه هي الحال ما بين الدول في الشرق الأوسط وكذلك مع الصين ومع روسيا. فإذا ينبغي أن نرى إلى أين سيتجه الأمر، ولكن حاليا لدينا اتفاقيات فعلية. إيران أصبحت معنية تماما ومرتبطة بالصين وبالمبادرات أيضا، وأعتقد بأن هذا مهم جدا بالنسبة لأحد الممرات التي ستخدم الصين في هذا المنحة. وأعتقد بسبب طريقة نهج الخصم تجاه الولايات المتحدة، فإن روسيا والصين قد يعني يقتربان من أن يدفعوا هذه الدول للتحالف معها كنتيجة لذلك. فإن إيران لأنها واقعة تحت عقوبات وسئمت من هذه العقوبات وقد وجدت طرق للالتفاف حول هذه العقوبات، وهي لا ترغب في أن تعمل مع الولايات المتحدة على أي صعيد من الصعود، ولكني لا أرى بأن الدولتين يتجهان إلى حرب وشيكة الآن، بل حقيقة أنا أرى بأن السعوديين يرغبون في أن ينأوا بأنفسهم عن الدولار النفطي، ويرغبون في مقايضة بعملات دول أخرى خاصة الوان الصيني. فأعتقد بأن هذا الأمر يطرأ الآن، وهو لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كأساس لسوق النفط والغاز في الشرق الأوسط.